الاستعداد للتحديات. الحياة معركة عنيفة ولازم نكون مستعدين إلها عشان نقدر نطلع منها منتصرين. وإحنا بدورنا لازم نكون مستعدين جسدياً فكرياً وروحياً، ولازم نتعامل مع الأمور اللي بتواجهك بعقلانية وحكمة وانفتاح، وهذا بيسهل عليك إنك تلاقي حلول عشان تنجح في النهاية. فلازم تكون مدرك لنهاية التحديات. لكل شيء بهاي الحياة له نهاية، المشاكل، الصعوبات، حتى الأمور الحلوة اللي منعيشها مرات إلها نهاية، عشان هيك مش لازم نستعجل. لما تتذكر دائما إنه في نهاية لكل شيء راح تشعر بالراحة وراح تنجح في تجاوز كل التحديات. التعلم من التحديات. ما تقول لما تواجه تحديات إنه حظك مش حلو، وليش أنا بالذات ومن هذا الحكي كلياته، لأنه حتى عظماء التاريخ والمبدعين مروا بنفس التحديات واستغلوها واستفادوا منها كمان، وأخذوا منها العبرة والحكمة، وهذا اللي خلاهم يكونوا مميزين ومبدعين وعندهم إنجازات رائعة ومختلفة. عشان هيك اتعلموا من التحديات اللي بتواجهكم حتى تكونوا مميزين. حط خطة واضحة، خلي لحياتك خطة واضحة وفيها أهداف، وخليك مستعد للمواقف اللي ممكن تواجهك، ويكون عندك حلول مقترحة لكل مشكلة ممكن تواجهك. ولما يكون عندك الخطة وملتزم فيها راح تقدر تتجاوز التحديات بدون خسارة. خليك منفتح على التغييرات. مثل ما احنا شايفين العالم في تغيير مستمر، وكلنا بدنا نواكب هاي التغييرات، فلازم علينا نكون منفتحين وحكيمين ونعرف كيف نواكب هالتغيير عشان نخفف من حجم التحديات. لكن إذا تمسكت برأيك وتعصبت لأفكارك، صدقاً ما رح تعرف تتجاوز هاي التحديات. خليك مليان بالصلاة وخلي ربنا يرشدك بكل خطوة كيف تواكبها. خلي تفكيرك إيجابي، خلي منهج حياتك تفكير إيجابي، لأنه راح يخليك تشوف نص الكاس المليان، وراح يخليك تستغل الفرص المتاحة أمامك، وراح يخليك تتعلم من أخطائك، وراح تكون شخص بيتجاوز التحديات بدون استسلام.